اه طب انا عايزك تقعد مش شرط تقف، ايه رايك؟ ما انا مش هعرف اتعامل عشان رجليك. ايه؟ مش هعرف اتعامل. هتتعامل بقى، اقرب لك كل حاجه قريبه منك عشان رجليك يا حبيب قلبي. هات كده اطلع اقعد. ايوه زي ما انت حاضر. ايوه بص بقى يا عم احنا هنعمل ايه؟ انت كده تعرف تتعامل. وبص كمان استنى استنى زي ما انت. ايوه كده احنا كل حاجه قدامنا كده. ادي الزبده وادي بتعمل ايه؟ احط الاول الزبده. اوكي. بعد كده احط البطاطس اسويها. بعد كده احط البيض. برافو عليك. احطها في الفرن 10 دقايق. طبق جديد ده ولا عملته قبل كده؟ لا عملته قبل كده. برافو عليك. قول لي بقى مين بيطبخ في البيت حلو، بابا ولا ماما؟ قول الصراحه. عايز الصراحه؟ اه ماما. يا ولد برافو عليك. انت بقى تحب المطبخ اتعلمته من ماما؟ اه اكتر؟ ماما واختي. واختك؟ اه. اختك عندها كام سنه؟ 13. ما شاء الله. وانت عندك كام سنه قلت لي؟ 11. معلقه 11. ما شاء الله عليك. نفسك تطلع ايه لما تكبر بقى؟ ضابط جيش. ضابط جيش. اوبا برافو عليك. اشمعنى؟ انا بحب الجيش وعايز تبقى فايترز كده بقى، وعايز بالزبط. تبقى جامد صح؟ بالظبط. طب برافو عليك. مش طب قول لي بقى انت في سنه كام قلت لي؟ رابعه. وايه اخبار الدراسه معاك؟ كويسه. تعرف عشان تبقى عايز تبقى ضابط جيش لازم تدرس كويس جدا وتتعلم كويس جدا، لان ضابط الجيش مش بس ان هو قوي، هو كمان لازم يكون متعلم كويس وشاطر كويس صح؟ عشان انت هتبقى عندك مسؤوليه كبيره ولا لا؟ انت عارف ان ضابط الجيش ده من اهم الناس اللي موجودين في مصر؟ اه. انت تعرف كده ولا لا؟ اه. انت عارف ان ضابط الجيش ده لولاه هو طبعا والعسكري وكل اللي في الجيش كلهم. كل. ليه؟ كلهم. لولاهم احنا مش هنبقى عايشين في امان؟ يعني انت هتبقى مسؤول علينا كلنا. انت عارف كده ولا لا؟ عارف. مسؤول مسؤوليه كبيره ولا ايه؟ اه. لازم تبقى حنين وطيب زي كل ضباط الجيش كده، صح ولا لا؟ وشاطر ومتعلم ده اهم شيء، وقوي ده اهم شيء. ماشي. والقوي ده بقى بيعمل ايه بقى؟ انا الصراحه عايز ادخل اسمه ده الجيش. أه؟ عشان ادخل، عشان ان شاء الله لو في اي عمليه اكون تكون جاهز. اه تروح تخلص على طول. ماشي الكلام. ماشي ما شاء الله عليك. ربنا يحميك ويشفيك ويعافيك ويديك صحه يا رب تهد الدنيا كلها ان شاء الله. إن شاء الله. ماشي يلا كمل.